من غير ما ده. اهلا بكم في كليه التربيه النوعيه. اسمكم كده بنرحب معالي الدكتور كرم مسعد بره. برحب طبعا بكل الزملاء اللي موجودين. ايه يا جماعه؟ اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا. طبعا برحب بكل الاساتذه والدكاتره اللي موجودين طبعا من قسمي التربيه الفنيه والاقتصاد المنزلي، لان الاقتصاد المنزلي ممثل طبعا في الدكتوره تغريد والدكتور عطيات. في حد تاني اقتصاد منزلي هنا يا جماعه؟ برحب طبعا بكل الدكاتره، الدكتور محمد النشار اهلا بيك، والدكتوره رضوى. اصل امبارح لما كانت بتكلمني حسيت يعني محمد النشار ده راجل راجل عجوز اتضح نظر منها طبعا بكل اساتذه قسم التربيه الفنيه ومعيديهم والمعاونين. برحب طبعا الدكتوره، ولا هي اللي ترحب بيها، الدكتوره هي الرئيسه طبعا، رئيس القسم الدكتوره هاله. طبعا برحب طبعا باهم حاجه طبعا توجيه التربيه الفنيه على بكره تعبيها اهو كلهم موجه. خلاص امبارح خدت الماجستير النهارده الصباحيه فما كانش طبعا احنا انا مش عايزين نحولها لمكلمه، انا هسيب نفسي وانزل كده واقعد تحت. فعلا بنستفيد، احنا بنستفيد حاضر. هسيب الدكتور هو اللي يشتغل، هو اللي يقول عنوان. فطبعا احنا ماشيين بطريق كوهين، عارفين كوهين لما راح الاهرام وقال لهم انا عايز انعي والدي، فقالوا له اقل حاجه اربع سطور، انا ما اعمل بهم الا اربع سطور. فقال لهم طب خلاص اكتبوا كوهين ينعي والده ويصلح ساعات. فبالمرة يعني احنا الدكتور كرم كان موجود عندنا امبارح بيشرفنا في مناقشة الأستاذة سوسن، بالإضافة قلنا ما ينفعش طبعا لازم نستفيد بيه ونكمل الأربع سطور. ما في بس ويصنع مجوهرات، ويصنع مجوهرات، في بقى والدي ينعي والده ويصنع مجوهرات. ربنا يخليكم، انا اسيب الموضوع للدكتور كرم وتنزل يا دكتوره هاله تحت. يلا انا هسال حضرتك هاله وانا كمان لا انزل خد راحتك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على خير الخلق اجمعين. اولا طبعا يسعدني جدا جدا اهتمام سيد العميد بان هو بجد يعمل الموضوع ده. يعني طبعا هو علق بتعليق الجميل الرائع بتاعه الكوميدي الجميل ده، ولكن ده هو تاني فرصه حلوه قوي لان الواحد يقدم حاجه فيها شيء من العلم. اتمنى ان هي تفيدكم يا رب ان شاء الله. هو للامانه قسم التربيه الفنيه، عشان انا اطلع من هو قسم التربيه الفنيه اللي عمل الكلام دوت، وانا عضو من اعضاء قسم التربيه الفنيه، وكل التربيه النوعيه على راسي، وانا سعيد بالفعل. يعني اليومين دول كانوا يومين جميل جدا، واتمنى ان شاء الله ان الوقت اللي موجود لو هنقضيه هيكون فيه بعض الافاده لحضراتكم، وطبعا هيبقى فيه جزء الاسئله لو في حد حابب يكتب الاسئله بتاعته او عايز حاجه معينه يستفسر عنها طبعا اهلا وسهلا بيه. اولا اسم المحاضره بتاعت النهارده ان شاء الله تصميم الحري بين التاريخ الامس وابداع اليوم. في نقطة مهمة يمكن ناس كتير ما تتعرضش إليها، ألا وهي تصميم الحلي أو تصميم الجوهرات. ده من التخصصات النادرة في مصر، والحمد لله أتشرف إن أنا يعني الأستاذ الجامعي أو متخصص في النقطة ديت، مش خلال الجامعة بس، لا من خلال العمل
في شركات الذهب والمجوهرات الدولية، والحمد لله يعني السي في مليان حاجات كتير كده، هو بتاع 7 جوائز دولية شوية حاجات كده الحمد لله. فالحمد لله ما أوتيته من العلم إلا قليل، فكلنا بنحاول نقدم علشان شبابنا الموجودين دولت يكملوا المسيرة بتاعتنا. تصميم مجوهرات، احنا النهاردة هنتكلم على حاجات هتتطبق على تصميم مجوهرات او اي تخصص اخر، يعني مثلا في الاقتصاد المنزلي او في الفاشن، في طبعا في حد معنا فاشن، حد بيعمل تصميم ملابس، حد بيعمل تصميم خشب. اللي احنا هنتكلم عن النهاردة how to be designer، ازاي تبقى مصمم، ازاي يبقى عندك رؤية فنية، حتى لو عندي حد مش متخصص ازاي يشوف الحاجة بشكل مختلف مغاير، ودي هتفرق جدا معنا في حياتنا ان شاء الله. تصميم المجوهرات او تصميم الحلي بستلهم الافكار التصميميه بتاعته منين؟ طبعا يمكن الشباب اللي معانا دايما يقول لك احنا اول حاجات اشتغلنا بيها ورقه الشجر. مين ما رسمش ورقه الشجر في اول سنه؟ كلنا عندنا عليه ورقه الشجر. عايز اقول لكم ورقه الشجر ديت احنا النهارده ان شاء الله هنشوفها كمان برؤيه جديده خالص، على لان هي من الحاجات الرائعه جدا واللي مليانه تفاصيل هتفيدنا قوي ان شاء الله. الطبيعه من الحاجات الاساسيه اللي اقدر اني انا استوحي منها التفاصيل بتاعتي، بس انهي الحاجه اللي هشتغل فيها من التفاصيل؟ يفضل ان اخد دراسات، يعني تلاحظوا حضراتكم انا حاطط هنا مجموعه دراسات. الدراسات اللي هي بيبقى احد الفنانين المتخصصين، الفنان دوت خد حاجه معينه. يمكن مره عن في حاجه جميله قوي عندهم، ان في واحد متخصص في رسم البنجوين، واحد متخصص في رسم الاسد، واحد متخصص في رسم الارنب. يعني انت لما تيجي تتفرج على الانيميشن الافلام بتاع الكرتون بيبقى جايبين لكل نوع شجره فنان. يعني الفيلم حضرتك بتتفرج عليه دوت بس مش شايفه غابه، الغابه ديت لو فيها 30 نوع بيجيبوا 30 فنان، كل فنان متخصص في شجره كذا، خليني تخصص قد ايه عالي. فانا اقدر ان انا اروح الفنانين دولت بيوفروا عليا وقت كتير جدا، ان انا ممكن امسك الحاجه من الطبيعه بشكل مباشر، فبتبقى جايه لي نسبيا واخده خطوه جاهزه عندي. يعني احنا دايما دي ورقه الشجر اللي احنا شفناها، شايفين ورقه الشجر عندنا يا جماعه؟ عدى علينا الكلام دوت؟ طيب يلا رايكم كده؟ هي ورقه الشجر طلعنا لنا تصميم، مش تصميم فقط طبعا، هو الحمد لله معظم التصميمات اللي هنشوفها النهارده في حاجات كتير جدا اللي انا عاملها. ده تصميم تم تنفيذه احد شركات الذهب واتباع وشغال واتعمل منه انتاج عيار 21 ومعمول بالزيركون وفي تفاصيل، ويمكن الطلع اللي موجود هنا ده للمتخصصين، ده حاجه اسمها روديوم اسود. يعني انا ما عنديش ذهب ابيض وذهب اصفر، هنا كله اصفر، بس باجي هنا في الجزء الابيض دوت بطليه روديوم لونه ابيض، والاسود دوت بطليه روديوم لونه اسود. ايه ده؟ يعني انا اقدر ادخل الوان مع المعادن؟ اه طبعا. المعادن فقيره لونيا. يعني ايه فقيره لونيا؟ الوانها محدوده، ما عنديش غير اللون الرمادي واللون الفضي ما عدا معدنين، النحاس الاحمر بلونه الاحمر والذهب بلونه الذهبي. فهنا الباليتا بتاعتي، طب احنا فاهمين يعني ايه باليتا؟ الباليتا اللي هي ايه؟ الباليتا اللونيه اللي بشتغل بيها. الباليتا بتاعتي ضيقه مش واسعه، فبالتالي بضيف حاجات ليها زي الاحجار الكريمه، وده ان شاء الله هتبقى ورشه العمل، هتطلع معانا احجار كريمه وعندنا هنتفرج عليها، وفي الماس جاي النهارده في يعني مكلفين برضه تمام؟ وهنشوف الكلام ده ازاي نحول القطعه ديت او حته الحجر الجميله ديت الملونه الى قطعه شغل. في عندي عالم البحار والاسماك، اقدر اطلع منه كميه غير طبيعيه من التصميمات. دايما وانت بتفكر في التصميم فكر في حدوته، فكر في قصه، وشوف عناصر القصه ديت وابدا اربطها بالتصميم بتاعك. يعني يعني انا اصلا مدرب حاجه اسمها تي او تي اللي هي تريننج اوف ترينرز، اوكي، وبعمل دورات تدريب لاعضاء هيئه التدريس اللي هي 6 دورات اللي بناخدها. الحمد لله الدوره بتاعتي انا مفيش حد بيسال منها والناس بتشتغل فيها كويس. فدايما بنقول للاستاذ وللطالب بقى الجديد اللي هيبقى مدرس في مدرسه، ابدا مع الناس بحدوته، مع الطلبه بتوعك بحدوته، خد حدوته من البحر. حد يعرف حدوته عن البحر؟ حدوته عن البحر؟ طب حد هنا اسكندراني؟ ما اعتقدش هيبقى صعب، ان في حد هنا من جذور اسكندرانيه ولا حاجه؟ تمام؟ عارف مكتبه اسكندريه؟ قدام مكتبه اسكندريه في تمثال ضخم جدا لونه ابيض. ده قصه بوزيدون، اوكي، والاميره اوروبا. الاميره اوروبا بنت ملك سور في سوريا. البنت جميله نزلت البحر استحمى، شافها بوزيدون حبها، اتقدم لابوها، ابوها رفض. فطبعا القصه ايه؟ نكمل ولا شوف الجوازه كملت ولا لا؟ شدينا الطالب للقصه عشان لما يجي بعد كده هو يرسم انا خدت قلبه وجدانه
بعد كده لما اقول اي معلومه تدخل مخ. فالراجل عمل حاجه جميله جدا، عمل نفسه قوقعه براس طور وقعد يغني بصوت جميل جدا. سحر الاميره نامت في القوقعه، قفل عليها، خدها اوروبا واتجوزه هناك، واطلق على المكان ده اوروبا على اسم الاميره. ثم جه زيوس قال له لا انت عملت كده غلط، مش هتقول كلام انت، وحصل حاجه زي حرب. فخد الاميره وحطها في نفس القوقعه ولف بيها البحار السبعه، ما لقاش اجمل من اسكندريه علشان يعيشوا فيها. وده قصه اسكندريه في الادب اليوناني. بصوا احنا بنتكلم بقى بحر، امواج، اميره جميله، قواقع، كل الكلام ده اقدر اخده طبعا ادمجه بقى مع الشغل بتاعي مثلا دوت. بصوا قواقع يا جماعه، طب لو احنا كنا قبل ديت وما قلناش القصه، كنت هتبص على القوقعه دلوقتي وانت متخيله الحدوته؟ هنا بقى ما ينفعش ابقى ديزاينر، يمكن النقطه دي هنتكلم عليها بعد شويه، ديزاينر وكرييتور ودرافتر، من غير ما يكون عندي هدف، من غير ما يكون عندي هويه، من غير ما يكون عندي حدوته، رساله عايز اوصلها للاخر. قطعه الحلي تتميز عن اي قطعه شغل ثانيه انك بتوصل الحدوته بتاعتك لالاف الناس. يعني هنا بناتنا اللي موجودين، لو فيهم حد عامل حاجه معاه دي مش لابسه شغلك ليه؟ البسي شغلك واعملي له قصه. ده يفتح لك مجال كبير جدا ان انت تبقي بتقدمي فنك. يعني كل اللي موجودين عاملين لوحات زيت وتماثيل، في حد خد اللوحه على كتفه وماشي ولا فنان؟ انما لو خدت اللوحه دي صغرتها بقت خمسه بخمسه ولبستها هبقى شايل اللوحه بتاعتك. هنا مجال تصميم الحلي بيخرج من الاطار التزيني للاطار تعقل وتفكر. بص القواقع معايا هنا، يعني دايما دور على حدوته تشتغل عليها. اللي بيحبوا الكاتس والحيوانات طبعا دي من المصادر الجميله جدا اللي اقدر اشتغل عليها. رجاء يا شباب لما ادخل اخد تصميم اخده بالشكل ده دراسه، ما اروحش على بنترست واخد التصميم الجاهز اللي عامله فنان تاني. هو الفنان التاني احسن منك؟ احسن. طب هتيجي بنوته معانا تقول لي ايه ده، ده انا بنت الصعيد بروح واخد القطعه او اللابس اللي هو خاص او ربا بيست اللي هي خاصه بالمصريين القدماء، مصريين قدماء مش الفراعنه. يعني فرعون هو شخص، انما المصريين القدماء دي حضاره المصريين القدماء. اقدر اخد حاجه زي كده؟ طبعا اسمها كيرهوت، التفاصيل بتاعتها. خدوا الحاجه اللي معمول لها دراسه كده، حد عمل دراسه بشكل كده. لان يعني بعد كده هنوصل لمرحله ان التحليل الخطي ده هيفيدني جدا 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 وانا بعمل تصميم مجوهرات. اشطر مصمم مجوهرات او اشطر مصمم لحاجات هيتم تنفيذها في الابلايد ارت او الفنون التطبيقيه اللي بيعمل التصميم بتاعه بالخط بس، ولا ظل ونور ولا اي حاجه ولا الوان، بالخط بس. لو وصلت لتصميمك بالخط مفهوم كده تبقى انت ديزاينر. هتقعد بقى تحط لي شيد وظل ونور والوان عشان توصل اللي قدامك، يبقى حته فيه نقصان لازم ترجع لها، وهتشوف دوت ان شاء الله كمان مع بعض. هنا يا جماعه ايه رايكم؟ تصميم هنا فين الالوان اللي موجوده فيه؟ مجرد بس موضوع الاحجار، انما بقيه التصميم كله خطوط. مفهوم يا شباب دي في التصميم؟ في حاجه غريبه؟ في حاجه مستخبيه؟ عايز تبقى ديزاينر كل خطوطك تبقى واضحه، حتى لو كانت التفاصيل بتاعتك مليانه تفاصيل. بصوا هنا مثلا تفاصيل قد ايه كتير والاحجار والشغل بتاعها. بصوا جمال الكيان بقى ده. هنا بدرس الخاتم بتاعي، ولازم يكون قبل نص الخاتم منتهي، عشان لو نزل بعد كده هينزل في الفراغ اللي ما بين الصباعين. تمام؟ بصوا دوت جمال الحجر والتفصيله بتاعته. ده احد الفنانين، ده فنان فرنسي بيعمل شغل بالفراشات، شغل فراشات بس، فراشات وحاجات من الطبيعه بس، بيمسك الفراشه ويعملها دراسه للتفاصيل بتاعتها. بصوا ده الدراسه اللي عملها، انما دوت الاسوره اللي هو اشتغلها وتنفذها وصنعها. عايز تبقى ديزاينر؟ كلنا يا جماعه عندنا الصور ديت على الموبايلات بتاعتنا، صح؟ شباب بتوعنا موبايلك مليان كم تصميمات قد ايه؟ ولا ليها 30 لازمه؟ ايه ده معقوله؟ لو ما طبعتهاش على ورق ملهاش لازمه. فلازم يو هاف تو برنت اوت، لازم تطبع الحاجه بتاعتك وتبقى ورق في ايدك عشان تبدا تحط عليها الكلك والشفافات وتشتغل وتقص وتلزق. بس طول ما هي موجوده على الموبايل، الله ده انا عندي 1000 صوره. انا عندي بعمل ايه مع الطلبه بتوعي؟ الاستاذه هتمسك شغل الخواتم، هتجمع لي كل صور الخواتم المرسومه، الاستاذه هتمسك شغل كذا وكذا، وكل بنت تدي صاحبتها، يعني بتاعت الخواتم تدي الحلقان، بتاعت الحلقان تدي الغويش. فيبقى البنت الواحده عامله ملف بس معاها خمسه. لما بتطبعه بيبقى معايا مش فولدر، موسوعه تصميمات. فايا ما كان تخصصك لو عملت الحركه ديت هيبقى عندك ملزمه، مش ملزمه بقى، موسوعه تقدر تشتغل بيها بشكل جميل جدا. بصوا هنا النمر، التفاصيل بتاعته هنا وعلاقته بالحجر
الزمرودي الجميل دوت. بصوا هنا حبار البحر. كل الدراسات ديت قايمه على دراسه الاشياء اللي بشوفها بالطبيعه بعنايه. طيب ما تحت المجهر، ما انا عندي طبيعه بس ما بشوفهاش، عندي طبيعه ما بشوفهاش اللي هي ما تحت المجهر. بصوا دي الاكس راي، لسه هشوفكم مجهر هنشوفه بعد شويه. ده الاكس راي. حد فكر فيكم قبل كده يعمل اكس راي على ورقه شجر؟ ايه رايكم في ورقه الشجر اللي احنا كنا لسه شايفينها من شويه؟ هنا بتعمل لها تهيطر. طبعا انا مش هعمل اكس راي على ورقه شجر واروح اكلف نفسي، انما في الوقت اعمل سيرش اكس راي وحط وراه اي حاجه. بصوا الاكس راي ممكن تطلع لي ايه؟ الاكس راي هي الاشعه بتاعت الاكس بتاعت لو حد رجله مكسوره ايده مكسوره. بصوا الطبقه بعد ما تعمل لها اكس راي. حاليا في ابلكيشن بيبقى على الموبايلات بتطلع الاكس راي. ده جميل. انا ممكن بقى امسك ده وابدا اطبقه على حاجات غير تقليديه، ابدا احطه على حاجات غير تقليديه. يعني دايما جربه حطه على جهاز صغير شوفوا ايه اللي ممكن يطلع منه. اوكي الاكس راي من الحاجات الممتعه جدا. بصوا لو حطينا زهره تحت الاكس راي هنا رؤيتي بتختلف. هنا الطالب، تخيلوا مثلا لو معايا طالب في المدرسه، لو معايا طبعا التوجيه التربيه الفنيه. طبعا يا جماعه التربيه الفنيه من الحاجات المؤثره جدا 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 في المدرسه بشكل عام. يعني اول ما بدخل المدرسه كده هنا في مدرس تربيه فنيه، او انا داخل كده اهوت هنا مفيش مدرس تربيه فنيه. فهو دايما لو الغائب الحاضر، يعني غائب حاضر، لوحه هنا، حته خط عربي هنا، حته معموله مش عارف ايه، ده هنا في مدرس تربيه فنيه. وتربيه فنيه هي التربيه من خلال الفن، من خلال الرؤيه. رجاء انت مكان قوي وبتعدل السلوك بالفن، لا تتنازل عن هذا. انا كنت على فكره قبل ما ابقى في التربيه والتعليم، في التعليم الجامعي، ثلاث سنين كنت في التربيه والتعليم. اول ما اتخرجت كنت لسه وين صغنون ولسه خريج. اول ما بدخل يدخل الناظر: يا دكتور استاذ كرم احنا عايزين ناخد الحصه عشان العربي. قلت له التربيه الفنيه زيها زي العربي، مفيش حاجه، ما بديش حصص لحد، بس بدخل اول محاضره تثقيف للولاد. احنا النهارده هناخد درس 6 اكتوبر اللي قتل بحثا. بعرفهم يعني ايه 6 اكتوبر، بقعد ارسم لهم الخريطه. اوكي ومصر، وافوق ان الولاد ما يعرفوش حاجه عن الخريطه، ان اسرائيل كانت هنا ومصر كانت هنا وعدينا، وابدا اقول لهم قصص بقى بتاعت الحواديت بتاعت اللي تشد الاولاد. وتاني حصه نرسم الدبابه ازاي مع بعض، الجندي ازاي مع بعض. انا بالظبط اللي بيطلع معايا 5% موهوبين، ال 95% بقى مثقفين. يبقى هنا التربيه الفنيه سابت بصمه. بصوا هنا الاكس راي نفس الموضوع. من الحاجات الممتعه جدا ادعوكم ان ادخلوا اعملوا بس سيرش على اكس راي ناتشورال مثلا جابيه، او اكتبي اكس راي صور فوتو. اوكي بصوا السمك اللي احنا كنا لسه شايفينها رؤيه ثانيه. انا اقدر اخد بقى قطاعات من الشغل دوت واطلع بيها شغل جميل جدا. الولد اللي كان عامل حته اللي متشرحه القطاع دي، لو خد حاجه زي كده ممكن يبقى موجود. مين؟ محمد سمير. محمد سمير موجود؟ غياب النهارده. بصوا ده اللي تحت المجهر. بصوا جمال ما تحت المجهر، جمال ما تحت المجهر. طبيعه، حتى الان احنا بنتكلم في الطبيعه. طبعا يا جماعه كل نقطه من النقط ديت مليان تفاصيل كتيره جدا. يعني في عندي انا دكتوره تغريد محمد زوجتي كانت عامله جولري من الحاجات اللي تحت الطبيعه. مره من المرات فزت في مسابقه فعامل التصميمات بقى. واو ايه التصميمات الجميله دي بتاعت التلفزيون؟ بقول لهم انا واخدها من خلايا تحت المجرى. طيب فالمذيع قال لي خلايا ايه؟ نحمده عندكم دكتور نحمده. كان عامل شغل دوت ما شاء الله. انا عامله ماجستير، هي قبل الدكتور هبه رساله ماجستير خلايا نباتيه. طيب جميل بس ما شاء الله. انا بقى غلطت وقلت لهم ان انا كنت عاملها من خلايا الكانسر. خلايا الكانسر ده راجل بيموت، واحنا خدنا الخلايا بتاعته وطلعنا منها ديزاين. انت بتاخد الجانب الجميل بس. هو برضه النقطه دي كانت غلط مني انا كديزاينر، لان احيانا بعض الحاجات لما تتقال ما بتبقاش مقبوله قوي. يعني معلش او ما لازم دايما ادي تصميم جوهرات بهجه فرحه. في حد بيجيب مجوهرات في عزاء؟ لا في مجوهرات خاصه بالحداد موجوده في انجلترا في 1700. فين هنا بيحضر ماجستير في المعادن؟ لسه شايلها. موضوع اهو يلا جديد ومحدش شغال فيه. تمام؟ في حاجه اسمها مجوهرات الحداد وليها نوع معين من الاحجار بيبقى لونها اسود وليها تفصيله خاصه بيها. بس الطبيعي بجيب المجوهرات للعروسه، بجيب المجوهرات في الحاجه اللي فيها فرحه. دايما تقول لك يا ست الله بص جوزي جاب لي ديت في الفالنتاين. طبعا بيبقى اول فالنتاين. يا فندم بقول لك هو اول فالنتاين.
بعد كده هوت الدبدوب، بعد كده هوت 2 كيلو كباب زي الفل.